رئيس أقبل الزعيم علي عبد الله الصالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ممثل الجامعة اللبنانية AUL في اليمن ذو يزن يحيى الراعي، ومعه يحيى غالب الزبير، اللذان سلما له درع الجامعة اللبنانية، كما أبلغاه بقرار المجلس الأعلى للجامعة بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية تقديرا للجهود التي قام بها الزعيم علي عبد الله الصالح في سبيل الخروج باليمن من الأزمة السياسية التي عاصفت باليمن عام 2011، وتجنبه لليمن ويلة الحروب والدمار، وتسليمه للسلطة سلميا عبر انتخابات رئاسية مبكرة والتي سيتم تسليمها له في شهر يوليو من العام 2014 في حفل مهيب في العاصمة بيروت. من جانبه ثمن الزعيم علي عبد الله صالح دور الجامعة اللبنانية التي تعتبر أكبر جامعة في لبنان، شاكرا لهم دورهم الريادي في التعليم في الوطن العربي.